زي ما انتوا عارفين سيدنا حسن الصباح من سنين دخل في غيبة كبرى مع الله، وانا الواسطة العظمى بينه وبينكم. ده من فضل الله وتكريم من سيدنا لشخص الضعيف. اي طلب، اي استفسار، اي امر عرضوه عليا وانا هوصله لسيدنا. بس غيابه طال واحنا قلقانين. سيدنا في اتم صحة واحسن حال، ومقامه كل يوم بيعنى على اللي قبله. يعني مش هنشوف مولانا؟ الله اعلم، لو جاله الاذن ممكن يظهر قدامنا دلوقتي. ده شيء مش بايد برزاك وميد، انا يا دوب واسطه. وايه اخر اوامره؟ سيدنا بلغني ان الايام اللي احنا فيها ايام تحتاج تحسين صوره قلعه ألموت في عيون جيرانها، والغاء الشائعات الغريبه اللي بتخلي النفوس تنفر مننا، تتهمنا بالكفر والخروج عن صحيح المذهب. ده مش بس من اعدائنا، ولكن من داخل المذهب الواحد، زي موقف اهل المذهب في مصر وباقي الامصار التانيه. اي شائعات؟ سيدنا حسن الصباح امام عادل وله شان عظيم وقدر كبير لعلمه اللي خده من العلم الشريف، وعمره ما كان زي ما الاعداء بيدعوا ان لقبه صاحب مفتاح الجنه. ده طبعا كذب وافتراء. كذب وافتراء؟ ومخالف لتعاليم الشرع وتعاليم سيدنا حسن الصباح. الكلام ده لازم يتمحي من اذهان الناس. هو صاحب الدعاء الصالح لدخول شباب المؤمنين للجنه. فرق كبير. ويجب تصحيح الامر في كتبنا ورسائلنا ومكاتباتنا. مفهوم؟ ساعات تاخير الطاعه بيكون عصيان. وأنه نيابة عن سيدنا قدس الله سره، لا أقبل بالعصيان ولا تأخير الطاعة. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. طب وكتابه العظيم سيرة مولانا ده حقيقي ولا افتراء وأكاذيب؟ كتاب سيرة سيدنا كتاب موجود، وراح بلاد كتير واتقرى وأصبح أمر واقع. اللي يصدقوا يصدقوا، واللي يكذبوا يكذبوا. ده لا ينقص ولا يزيد من مقام سيدنا حسن الصباح. ولكن إذا أردتم النصيحة فالتزموا الصمت، لا تكذيب ولا تصديق. وده حال العلماء الكبار مع كتب الأسرار العظيمة. مفهوم. حفظكم الله وجعلكم هدى مهديين على صحيح الأمر وأصله الصافي. عمرنا ما شفنا مولانا. الجيل اللي قبلنا قالوا انه دخل في عزلة. في ناس بتقول انه اترفع للسماوات زي الأنبياء، كل مختاره خياله. انت شايف ايه؟ انا شايف انه حبيس غرفته والمرض والعجز بياكلوا فيه. سايبك تتكلم من اول الليل، بس كلامك كله كفر بدعوتنا. مش مؤمن بسيدنا؟ سعيد انا بكلمك. لما انت مش مؤمن بدعوتنا، ايه اللي دخلك وسطنا؟ ايه اللي جابك قلعة ألموت؟ في انتظار سيدنا. قول لسعيد ابني ما هيجي وقت الظلم فيه أقل والخيانة فيه أقل والإيمان أكبر، هياخد طار اللي قتل أبو ظلم. الوداع يا حبيبي، الوداع يا قلب طيب ويا عقل مرتاح من تعب الفلسفة ووجع الشعر. وداع يا خامل الذكر وعالي القدر، سبقتني يا صابون.
سبقتني للقبر صنعته لنفسي، كأنك قاصد تسبقني عشان يكون عندي أمل إن ألاقيك. منتظرني بتضحك زي كل يوم. الشك اللي جوايا دلوقتي راح، وبقيت كل أمل إن أشوفك تاني. وساعتها كل المعاني الجميلة هتبقى حقيقة. تراب عمر الخيام هيختلط بتراب طيب جميل، هو تراب صهبان البلاني صاحبي الوحيد اللي حبني بدون أي غرض إلا المحبة.